اليوم كنتواجدوا بالمسبح الوطني ديال مدينه القنيطره من اجل المشاركه في المرحله الرابعه البطوله الوطنيه للغوص والرياضات التحتمائيه. كنشكر اعضاء النادي ديال المكتب ديال نادي القنيطره للرياضات المائيه على المجهودات ديالهم الجباره اللي قاموا بها. فهذه الرياضه فهي جديده العهد في المغرب وفي مدينه قنيطره. الفيدراسيون ديال الجامعه الملكيه للغوص تاسست في عام 2015، وكنحيوهم حتى هما على المجهودات ديالهم باش يشهروا هذه الرياضه هذه اللي كنتمنى من الناس انهم يمارسوها، لانها كتبعد الشباب من المخدرات ومن بزاف ديال الافات. وكنتمنى من الناس ديال القنيطره لي بارون يجيبوا الوليدات ديالهم يتعلموا هذه الرياضه هذه وينميوا هذه الرياضه في مدينه القنيطره وفي المغرب بصفه عامه. كما كنتمنى من المسؤولين ديال مدينه القنيطره انهم يساعدونا باش نزيدوا القدام في هذه الرياضه هذه. الحمد لله راه وفروا لنا مسابح، كنتمنى ان شاء الله بانه نواكبوا حنا هذا السير ونمشيوا ان شاء الله فين كنتمناو. وبالنسبه لي جو مي بريزونت تو دافور، جو سوي لو ديريكتور تكنيك ناسيونال ديال لا فيدراسيون رويال ماروكان دو بلونجي اكتيفيست اكواتيك، اللي هي دابا تتحتفل سميتها بالانيفيرسير ديال لا كاتريام انيفيرسير. باش والحمد لله حنا بالنسبه لحنا بصدد هذه البطوله الرابعه، اللي هي عندنا اربعه ديال البطولات في المغرب، بطولات المغرب السباحه بالزعانف ورياضه الغوص بالمسابح. هذا سميتها بدينا الاولى كانت سميتها في المواد مارس، كان درناها في تشيرا من بعد مراكش معهد الجديده، واليوم مع الاخوان ديال كاك سوب اكواتيك احنا الحمد لله دابا وفروا لنا جميع سميتها المسائل، وكانوا يعني احسن تنظيم للبطوله الرابعه اللي هي تتختم البطولات المغرب، ومنها تيكون انتقاء سيتادير لا سيليكسيون ديال الابطال اللي هما غادي يمشوا للفينال، والفينال ان شاء الله غادي تكون في شهر سبتمبر. وكذلك من هنايا غادي نديروا سيليكسيون ديال الناشئه اللي عندنا الشامبيون المونديال، يعني البطوله العالميه للسباحه بالزعانف في شرم الشيخ هذا العام، اللي غيتكون سميتها ان شاء الله، وغادي نشاركوا بهذا الابطال وبهذه النتائج اللي هي تحققت اليوم، وهي كلها في واحد المستوى اللي ولا واحد المستوى عالي. اليوم نظمت الجامعه الدوره الرابعه البطولة الوطنية للسباحة بالزعانف والغوص الرياضي بالمسابح. هذه المحطة الرابعة بطبيعة الحال تتم التنظيم ديالها في مدينة عريقة في ميدان الرياضي، وخاصة في الرياضات التحتمائية، سواء تعلق الأمر بالرياضات التي تتزاول في المسابح أو كذلك في المياه المفتوحة. هناك أبطال مهمين، وهنا تنبغي نشيد بالمجهودات التي قوم بها النادي القنيطري للرياضه التحتمائيه على اصها السيد الرئيس سي مصطفى قاسمي، وكذا جميع اعضاء المكتب المديري اللي تيبذلوا مجهود كبير. كذلك تم عقد بالموازاه عده اجتماعات لتطبيق قانون الرياضه 30/09 كما ينص على ذلك القانون والتوصيات ديال السيد وزير الشباب والرياضه مشكور في هذا الباب، هذا حتى نتمكنوا كجامعه باش جميع الانديه المنخرطه داخل الجامعه تطبق القانون 30/09. فالسيد الرئيس ابدى الاستعداد ديالو باش يطبق القانون، بل بدا في التغيير ديال القانون الاساسي عبر المرور عبر جمع عام غير عادي من اجل المصادقه على القانون الاساسي الجديد للجمعيه والانظمه العامه المطابقة للقانون الرياضي 30/09. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم عبد الصمد أغوتي، نائب الكاتب العام، عضو بالمكتب ديال نادي القنيطرة للرياضات التحتمائية. حنا هنايا باش نشاركوا في لا كاتريام ايطاب ديال البطولة الوطنية للغوص والأنشطة التحتمائية اللي منظمها الجامعة الملكية للغوص. كما تتعرفوا النادي القنيطري ديال الرياضات التحتمائية تأسس حديث العهد هو في 2015 2016، وهاد الفرصة هذه تحت لينا باش نعرفوا بهذا النادي ونعرفوا بشوية بهذه الرياضة هذه اللي هي اون كيلكو سورت مهمشة في مدينة القنيطرة. أول حاجة هذه فرصة ليا باش نشكر الأعضاء ديال النادي
والرئيس ديال النادي اللي تيقوموا بمجهودات جباره باش يشجعوا الساكنه ديال القنيطره على هذه الرياضه هذه اللي تتبقى غير معروفه. وبطبيعه الحال عندنا معيقات كثيره اللي ما خلاتناش اننا نزيدوا القدام في هذه الرياضه هذه. كما تعرفوا عندنا مسبح واحد في مدينه القنيطره اللي هو حاليا اوبيراسيونيل اللي هو كاين اللي حنا متواجدين فيه دابا. بطبيعه الحال كاين دو بروجي ديال دو بيسين اخرين، ما كرهناش ان النادي يتمكن انه ياخذ السوايع ديالو تمايا. كما تعرفوا حنا عندنا الساعات متاخره، عندنا 10 الليل 11 الليل، يعني حتى لا باز ديال الدراري الصغار اللي غادي نرتكزوا عليها باش نشاركوا بها ان شاء الله في المسابقات الجايه تتكون عندنا صعيبه، يعني ان الاطفال ما يمكنش لهم يجيو يعوموا من 10 ل 11. بعض المعيقات الاخرى اللي هي الماتيريال ديال لابلونجي، كما تعرفوا الماتيريال ديال لابلونجي هو مكلف للغايه، ان بوغ ان سول بلونجور يمكن نوصلوا حتى ل 10000 درهم الماتيريال ديال ان سول بلونجور. وكما تعرفوا باش تكون عندك واحد باش تكون زعما تشارك في مسابقات على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي راه خاص تكون عندك الماتيريال مزيان، يكون عندك الماتيريال اللي هو صراحه راه مكلف. الصراحه هادو هما جوج معيقات اللي كبار تنعانيو منهم حنايا. كنشكروا الحضور الجميع اللي جا لهذ المسابقه اللي هي كتعتبر المرحله الرابعه من بطوله المغرب للغوص والرياضات التقنيه. كنشكروا الحضور، وهذه المسابقه الاولى اللي تقامت وحنا كمكتب جديد ديال الجمعيه. كما قلت كنشكروا الجميع، وكنبغيو نشيروا للساكنه ديال قنيطره وديال مدينه قنيطره بان هذه رياضه جديده ورياضه زوينه بزاف، وكنطمحوا باش نوسعوا القاعده ديالها. لهذا عندنا بعض الاكراهات اللي منها قله المسابح، ولهذا كنطلبوا من السلطات ومن الناس المسؤولين ومن وزاره الشباب والرياضه باش في المستقبل ان شاء الله القريب توفر لنا ساعات حتى نقدروا نوجدوا واحد الفئه جديده وفئه صغيره، لا سيما ان مدينه قنيطره كتعرف واحد القاعده كبيره اللي متعطشه لهذه الرياضه واللي عندها علاقه كبيره مع البحر. كنحثوا الناس على باش يجيبوا الوليدات ديالهم يشاركوا ويعرفوا هذه الرياضه، يعرفوا لي تكنيك ديالها ويعرفوا سميتو رياضه جميله. وكنرحبوا بالجميع ان شاء الله. كنتمي لجمعيه كاك قنيطره للرياضات التحمائيه. كنشكر جميع اعضاء النادي اللي سهروا على اننا نمارسوا هذه الرياضه في اجواء مشرفه. كانت المشاركه ديالنا في مدينه مراكش كانت مشاركه مشرفه، حزنا فيها على المراتب المتقدمه. المشاركه ديالنا الاخرى اللي كانت في مدينه جديده، ودابا ان شاء الله حنا في مدينه القنيطره في الكاتريام ايطاب، وان شاء الله كنتمنوا اننا نشاركوا في الشامبيونه ديال وكنشكر الجامعه اللي كتنظم هذه المبادره، جامعه الرياضه المائيه للغوص. ومن هذا المنبر كنبغي نوجه رساله للسلطات وللناس ديال المجلس البلدي باش يعاونونا في الماتيريال، سيرتو ان احنا فريمون حنا كدي بلونجور كنعانيو من الماتيريال ديال لابلونجي، يعني لي بوتي دوكسيجين هذا الماتيريال فريمون سي تري شير، يعني ما الثمن ديالو باهي جدا بالنسبه للواحد اللي غادي يمارس. وكنشكروا الجميع اللي الاخوان اللي كيساندونا في هذه الساعه هذه من الجمعيه، وشكرا. برافو. النادي القنيطري الرياضات المائيه والغوص، ومدرب حكم الجامعه الملكيه المغربيه للغوص والرياضات المائيه. اولا كنشكروا الجميع على المبادره الطيبه، وعلى نتمنوا ان شاء الله تكون مبادرات اخرى وتكون مباريات اخرى. مدى بينا ان شاء الله رياضه الغوص والرياضه تحت المائيه تكون متطوره في البلاد ان شاء الله، وكنتمنوا تكون بنيه تحتيه كثيره في هذه المدينه هذه وجهات الغرب والمغرب عامه باش نطوروا بهذه الرياضه ان شاء الله، ونزيدوا الامام ان شاء الله للشباب ديالنا والشباب ديالنا ان شاء الله. شكرا لكم.